ثاني أيام مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الدورة العادية 33 لقمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شارك السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية لقمة رؤساء الدول والحكومات بمقر الاتحاد الإفريقي، حيث تم إطلاق موضوع العام للاتحاد الإفريقي تحت عنوان إسكات البنادق خلق ظروف مواتية لتنمية إفريقيا. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث أعرب سيادته عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات لدعم السلم والأمن الدوليين. وفي نهاية زيارة سيادته غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أديس أبابا عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.